كل يوم يجد النازحون أنفسهم مطاردين من قبل السلطات الحكومية، فبعد أن تركتهم يواجهون الموت وحدهم في السنوات الماضية هائمين على وجوههم في مخيمات النزوح، بعد أن أصبحت مدنهم مسرحا للعمليات العسكرية، ها هي اليوم تجبرهم على مغادرة المخيمات لتعيدهم إلى مناطقهم المدمرة. السلطات الحكومية تزعم أن عودة النازحين إلى مناطقهم كانت طوعية، ولكن النازحين أنفسهم كشفوا عن إجبارهم على العودة إلى مدنهم التي تفتقر إلى الخدمات والأمن، فضلا عن الدمار الذي لحق بمنازلهم دون تعويضات تمكنهم من إعادة بنائها أو تأهيلها منذ استعادة الحكومة السيطرة عليها قبل عدة سنوات. وزارة الهجرة أعلنت عن إغلاق 146 مخيما للنازحين من أصل 174 حتى الآن في محافظات نينوى والتأميم وصلاح الدين والأنبار وديالى وبغداد وكردستان العراق. تلك المحافظات لحق بها دمار قدر المراقبون نسبته بأكثر من 80%. أما عملية إعادة الإعمار التي تروج لها الحكومة فلا تزال تسير ببطء شديد مع قلة التخصيصات المالية. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن خطة الحكومة في العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية غير آمنة على حياة النازحين. واعتبر المرصد قرار إغلاق ملف النزوح بأنه قد يترك مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم أثناء المواجهات مع تنظيم داعش، لا سيما في ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة إعمار مناطقهم الأصلية التي تفتقر إلى مقومات الحياة.